Johnny Hard and Fast.
المقابله في الاول كانت صعيبه شويه بحكم الريح وشويه كان حتى الخصم كيلعب اغريسيف شويه. في الميديو الثاني الحمد لله قدرنا نجيبوا النتيجه وقدرنا نجيبوا الاهداف، وان شاء الله نتمنوا هذه النتائج الايجابيه ما تسالاش ونكملوا ان شاء الله بحال هكا المسيره هذه ان شاء الله الصعود هذا العام. ان شاء الله المباراه كانت صعبه جدا في الاول ديال الاول، كانت مباراه صعيبه ما قدرناش نماركو الجول حيت كان الريح بالظله. وفي الميديو الثاني الحمد لله توفقنا في دخولنا مركزين في الميديو الثاني وقدرنا نسجلوا جوج اهداف. شكرا وحنا فرحانين جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقابله اطوار ديالها كازت الشوط الاول، مقابله في مستوى استطعنا اننا نسجلوا هدف التعادل 0-0 في الشوط الاول، استطعنا اننا نسجلوا هدف الاول في الشوط الثاني. مقابله كانت ديالنا مقابله سهله بعد الطرد ديال اللاعب ديال قرسيف، الطرد ديال اللاعب قرسيف سهل علينا الماموريه نوعا ما. وصلنا للشباك اكثر من مره واكثر من مرتين، حوالي 10 ولا 12 فرصه ديال التسجيل ما استطعناش ان نسجلوا. جات الفرصه الثانيه استطعنا ان نسجلوها، كنا غادي نقتلوا المقابله ضد مجريات اللاعب. جات ضربه جزاء اللي صعبت علينا ربع ساعه الاخيره ديال المقابله، والحمد لله الدراري كاملين كانوا رجال والجمهور هو كما كتشوف الوداد طنجه بدا كيكتسب الجمهور، والحمد لله على هذه النتيجه هذه غتخولنا ان شاء الله بحول الله غادي نريحوا جوج الاسابيع نستعدوا فيها بما فيه الكفايه باش نطلقوا مشوار البطوله في الشهر الثاني.